بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد أحبابنا الكرام، فقد تفضل الله تعالى علي أن زرت مقام الإمام الشافعي المنقدمين رضي الله عنه، الذي قال فيه سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم: عالم قريش يملأ طباق الأرض علما. حقا علمه انتشر في الآفاق، نفع المسلمين، خدم الدين، نصر السنة النبوية، وحمى ملة هذا الدين، جزاه الله عنا خير الجزاء. منذ ذلك الوقت قبل 1200 سنة إلى اليوم لا زال نفع الشافعي منتشر بين العباد، والحمد لله تعالى على ذلك. تكلم في سائر فنون العلم، في أصول الفقه، في الفقه، في الحديث، في اللغة، في البلاغة إلى آخره، حتى في علم العقيدة والتوحيد على المذهب السني، على ما كان عليه الصحابة والسلف الصالح. كان الشافعي يتقن هذا العلم، كما روى ذلك الحافظ ابن عساكر عن الشافعي أنه قال: أحكمنا ذاك قبل هذا، أي أتقننا علم التوحيد قبل فروع الفقه، فجزاه الله تعالى عنا خير الجزاء. وله مقالات مشهورة في علم العقيدة، روى عنه القاضي حسين في تعليقته أن الشافعي رضي الله عنه قال: من قال أو اعتقد أن الله تعالى جالس على العرش فهو كافر لا تصح الصلاة خلفه. والقاضي حسين نقل ذلك عن نص الشافعي، ثم بعده ابن الرفعة نقل ذلك عن القاضي حسين، ثم بعده ابن المعلم القرشي نقل هذا عن ابن الرفعة وبنقله عن القاضي حسين، وهكذا. وثبت عن الإمام الشافعي رضي الله عنه فيما ذكر عدد من العلماء كالسيوطي وابن حجر المكي وغيرهما أنه قال: المجسم كافر لأنه عبد غير الله سبحانه وتعالى. فجزى الله تعالى عنا الشافعي خيرا، ونفعنا الله تعالى به وبركاته وأنواره وأسراره، وحشرنا الله تعالى معه تحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم واجز عنا إمام الشافعي خير الجزاء، وانفعنا به في الدنيا والآخرة. اللهم آمين آمين آمين. تقبل منا يا ربنا بسبب فاتحة